بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاحد حضور معالي الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، تسلمت مديريه اوقاف الشرقيه باطن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وحضراتكم طيبين والامه الاسلاميه كلها طيبه وبخير. النهارده الحمد لله استلمنا عربيات توزيع اللحوم على اهلنا اللي موجودين في الشرقيه المرسله من وزاره الاوقاف، وباسم حضراتكم وباسم اهلنا في الشرقيه بنتقدم بالشكر للسيد وزير الاوقاف والسيد وكيل الوزاره وجميع القائمين على هذا العمل الجميل، وان شاء الله تستمر هذه السنه الجميله والسنه الحسنه اللي احنا دايما بنسعد بيها كل عام، وان شاء الله يتم التوزيع على جميع مراكز المحافظه بصوره جيده ان شاء الله. مديريه اوقاف المنيا تستقبل الدفعه الاولى من لحوم صقوق الاضاحي سنه هذه الدفعه 4 أطنان لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعايه. يسر مديريه اوقاف الغربيه ان تتلقى الدفعه الاولى من لحوم صقوق الاضاحي لتوزيعها على مستحقيها. النهارده جالنا ان شاء الله 4 طن. تسلمت اليوم مديريه اوقاف القاهره 6 طن من لحوم صقوق الاضاحي لتوزيعها على الادارات الفرعيه